السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أصدقائي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع التعاون، التعاون بين الأصدقاء. والتعاون يا أصدقائي هو أساس الحياة، ولازم نتعاون مع بعضنا في كل شيء، حتى عامل البناء يشارك مع أصدقائه ليصنع مبنى جميل ورائع، وحتى عامل على آلة بيصنع برضو ويشيل أحمال ثقيلة يتعاون مع الناس، وحتى التعاون برضو في المصنع لازم كل واحد يتعاون مع صديقه، سواء كان في مصنع أو مع آلة. شفت يا أصدقائي الآلات كمان بتتعاون مع بعضها إزاي؟ والتعاون برضو حتى لو انت حول العالم لازم تكون متعاون مع صديقك، او في طيارة تتعاون مع الناس لكي تكون انسان محبوب. والمدير في العمل لازم برضو يتعاون مع اصدقائه او مع الموظفين معاه ليطلعوا او ينجزوا في مهامهم. وحتى كمان الموظف يا أصدقائي لازم يتعاون مع أصدقائه في العمل، الموظفين مع بعض. شفتوا هنا المعدل طلع ازاي، أو المؤشر طلع ازاي بالتعاون؟ لكن اللي بينظر لغيره وبيتعاونش معاه ويفضل نفسه على غيره بيكون دايما إنسان تعيس وحزين، ودايما مهموم. فلازم ترضى بكل شيء، ترضى بما قسم الله لك عشان تكون أغنى الناس، وتحب دايما لأخيك كما تحب لنفسك عشان تكون إنسان سعيد وفخور بنفسك. لازم تتعاون مع الناس وربنا يحقق لك كل أحلامك ويعطيك كل ما تتمنى. إذا أعجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا أصدقائي.